بالفعل انا تعرضت للعنف من طرف رجل السلطه، يعني ومني تلجأت للقضاء يعني لقيت نفس المشكل، يعني متعرضه للتهديد انا وعائلتي، يعني عنف، كان عنف جسدي في الاول، من بعد فشل تلجأت للقضاء ولا عنف نفسي ولا عنف معنوي ولا عنف لفظي، يعني تعاملت واحد الاسلوب وقح. وحده من عائلته كتكددني بالمقاطع لدرجه انهم تيقولوا انهم غتمشي تضربني بزيزوار في الحمام، ويعني ما غلقاش دليل اثبات اللي غادي باش نقول انه باش نثبت عليهم، نقول انه ويتثبت عليهم انهم هما اللي مصيفطين اللي غادي يضربني. انا كنطلب بعير العداله القانونيه وتكون مناصفه ديالي، ونتعامل انا كمعامله حسنه بانني مواطنه مغربيه، يعني انا كنطالب بحقي، انا مظلومه ماشي ظالمه، وما خاصنيش نتعامل بهذاك الاسلوب الوقح اللي تعاملت به. يعني كما سجلت القضاء كما هما كيتعاملوا معها باحترام، انا نتعامل من حقي نتعامل باحترام. العنف اللي تعرضت لي انني انا من ام هذه العازبات، يعني تنعاني بوحديتي انا، يعني الراجل ما كاينش، يعني انت اللي تدفعي الثمن بوحدك. تلاقيت في ظروف خايبه، حيت انا اصلا يعني شحال من صغري وانا عايشه هنايا في كازا بوحديتي، يعني كنت خدامه في الديور، ملي خرجت من الديور وني تنخدم هكا بوحديتي عاوتاني وني تنكري، من بعد عاوتاني تلاحيت الزنقه. ملي تلاحيت الزنقه هي فاش تلاقيت مع هذا السيد، كان مجرد غلطه، يعني ما كانش شي حاجه بيني وبينه اللي غادي نقدر نقول لك راه هو ضحك عليا ولا شي حاجه، يعني انا مجرد غلطه، غلطت منين غلطت حملت، منين حملت ما قدرتش نحيد. ما قلتليش انا حامله في الاول، قلت لي تقربت نولد، هو ما تصعوبات ما دخلتليش المخ، هو مشى بحاله وانا بقيت كل نهار تنعيش الضغط فوق الضغط، يعني ما نفسيتي داخل مريضه ما مرتاحاش. هاد النقطه هادي ديال الدريه، اول حاجه باش ملي تكبر ما تبقاش بلا سميه ديال با، حتى يدخل المدرسه بحال الدراري وتخرج بحال الدراري، حتى واحد ما يهينا بشي كلمه خايبه. العنف في تزايد مستمر، ما ممكنش نقولوا ان قانون 113 جا وكاين نسب دابا ضعيفه ولا الناس ما تيتمارس عليهم العنف، العنف غادي يتزايد وباشكال بشعه، واخر شيء اللي عشناه هو الحاله ديال السيده اللي تمارس عليها العنف السادي وما عرفتش اش نسميوه، هذاك الشكل من العنف اللي ادى لها القتل. وهنا هنا هنا تندقوا ناقوس الخطر على المسؤولين باش يتحركوا، لان لا يعقل حنا في هذا القرن باقيين تنشوفوا هذوك الفيديوهات يتلحوا بهذاك الشكل بذاك البشاعه وبذاك العنف المركب، لان ماشي فقط باقيين وقفنا في العنف النفسي ولا العنف الرمزي ولا اللفظي، السب والشتم ولا، بل هو قتل العمد، صدق ان الواحد تيقتل تيمارس عليك العنف باش يقتلك، وهذا اللي خطير جدا بوحشيه. زعما يمكن السبع مع غزاله يمكن ما مارش على ديك الممارسات اللي تمارست على ديك السيده ديال الرباط، وهذا اللي في حقيقه تيحز في النفس وخلق لنا واحد الازمه نفسيه خطيره جدا كجمعيات نسائيه اللي تشتغل بشكل يومي مع النساء المعنفات. في مراكزنا تنستقبلوا بشكل يومي معنفات حتى هما تيتمارس عليهم نفس المعاناه، وكذلك كاينين نساء ملي ما توصلوش هاد الجمعيات وما توصلوش الخلايا وما صوتهم ما تيتسمعش، نظرا لانهم ما قادرينش انهم يبوحوا بالاسرار ديال الغرف ديالهم، يا اما تيكون عنف زوجي داخلي جنسي ولا تيكون شكل من اشكال العنف الاخرى، وخاصه حاليا اللي تولينا تنتكلموا على العنف الرقمي اللي ولات شهير بالاجساد النساء ولا الصور الاباحيه ديالهم ولا الارقام ديالهم اللي تتلح في الفيسبوك وتتلح في مواقع اخرى من اجل مطالبتهم بممارسات جنسيه مرفوضة. إذا هنا 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 جاء الوقت باش حقيقة أن يكون تطبيق سليم لقانون 113، جاء الوقت من أجل أننا الخلايا أن تقوم بدورها، جاء الوقت باش يكون تنسيق محكم بين الخلايا وبين المجتمع المدني، جاء الوقت باش يكونوا الخلايا فيها كفاءات من أجل الاستماع والتوجيه والإرشاد للنساء في وضعية صعبة، لأن النساء في وضعية صعبة تيقولوا بركة كفى عينا، لأن العنف اللي تيتمارس علينا عنف مركب، ماشي هو جسدي، هو نفسي اللي تيدخل في الأرق وتيدخل في الكآبة وتيدخل في محاولة انتحار وفي انتحار كذلك. إذا
اذا ماشي الارقام فقط هي اللي غتعطينا الصوره ديال العنف، هي العنف هي تنعيشوه بشكل يومي في الفضاءات العامه، في الوقت اللي تيتمارس علينا التحرش الجنسي، في الوقت اللي تيلمسونا في الطوبيسات، في الوقت اللي تيسبونا، في الوقت اللي تلبسوا اي حاجه تلقاو السب والشتم من طرف الاخرين. اذا حنايا في الفضاء العام وفي الفضاء الخاص ولينا كارهين ريوسنا يمكن وكارهين اجسادنا. مزيان يكون عندنا قانون، لان القانون هو الضامن للحق وهو الرافعه للحق، ولكن هذاك القانون الا ما مشاش عند الناس غادي يبقى حابس هذيك الادراج ديال المحاكم، يبقى حابس عند واحد الفئه. هنا علاش في هذا الاطار جات هذه الندوه هذه ديال التعريف بالظاهره العنف اللي غادي نجاوب على الجزء ديال السؤال ديالك، اللي هي ماشي غتراجع، ما يمكنش تراجع، لان ما اشنو دار باش تراجع من غير امكانيات ديال المجتمع المدني اللي ما يمكن حتى شي حد يدين فيها، واللي ولات هي بحال الا هي لو بورت بارول ديال لي فام فيكتيم دو فيولونس. بقوه القانون ولا المجتمع المدني هو اللي خصو يخدم في العنف، في حين اننا عندنا اون باراليل بشكل متوازي كاينه الدوله اللي حنا نورمالمون كان المجتمع المدني يكون مكمل لمجهودات الدوله، ولكن في غياب الدولة وفي بعض في كثير من تاريخ النساء المغربيات وتأخرها في إخراج قانون كيحمي النساء من العنف وتباطؤ في التعريف بهذا القانون، دونك تيبقى لنا سؤال كيفاش غنقضيو على هذا العنف.